محتاجين صدور فراخ متقطعه مكعبات، وعلبه ذره حلوه، طبعا ممكن تبقى معلقتين ثلاثه الكميه على حسب الرغبه براحتك يعني. محتاجين بصله مفرومه، عصير ليمون، مكعب مرق، معلقه صغيره من الدقيق او من النشا، لو تحبي تبدلي الدقيق بالنشا مفيش مشكله. محتاجه كوبايه من كريمه الطهي، ممكن تبقى نص كوبايه. محتاجه زبده وزيت، 7 بهارات، ملح وفلفل اسود، معلقه كبيره ثوم، ومعلقه كبيره من المستردة. الوصفه دي لذيذه، فيها اكتر من حاجه مخليها لذيذه. صدور الفراخ لما بتتشوح كده وبتاخد لون حلو من الزبده وبتتبل، الصوص بتاعنا هنا فيه مستردة، فيه بصل، فيه ثوم، الكلام ده بيدي طعم حلو جدا للصوص نفسه. يعني مش بس الكريمه بقى هتتحط ونحط الذره، لا، هنا البصل، الثوم، عصير الليمون، المستردة، مدي الصوص ده طعم جبار. اول حاجه هنعملها ان احنا نسخن الووك بتاعتنا كويس جدا. سخن الطاسه بس كويس، طاسه واسعه محترمه. والزبده فين؟ اهي الزبده. زبده، يبقى نحط زيت. الحلة دي كده الطاسة تسخن كويس قوي، علشان مش عايزة الفراخ تنزل مية، فعايزة الطاسة سخنة جدا عشان تنزل تتشوح كويس قوي. يلا بينا. عملت فش، هنشوح الفراخ كويس. وفي أثناء التشويح هننزل ب تاتش كده من الفلفل الاسود، ممكن تضيفوا البابريكا اذا حابين، ممكن هنا نضيف كمان شويه من البهارات. ايه؟ اوكي، نشوح. عايزه ابتدي معاكم في الشوربه بالمره علشان ليها برضو تشويحه كده. اقول لكم دلوقتي ينزل لكم مقادير شوربه الذره، لذيذه لذيذه شوربه الذره دي، خطيره. كوبايتين من الذره المسلوقه، سواء بقى انتوا سلقتوه في البيت وفصصتوه او جبتوه علبه، المهم هناخد منه كوبايتين، كوبايه ونص على حسب الكميه. محتاجه بصله مفرومه، فلفل حراق اختياري، معلقه كبيره من الثوم، ربع كوبايه كزبره مفرومه، زبده، مكعب مرقه، وكوبايه من كريمه الطهي، واتنين معلقه كبيره من الدقيق، معلقه كبيره سكر، 7 بهارات، ملح، فلفل اسود، جزر مكعبات. هو البصل مش مكتوب؟ اه لا، بصله مفرومه موجود. الفراخ بتتشوح، وعندي هنا الحله بتاعه الشوربه على النار. هاخد الزبده برضو والزيت، واجهز الجزر. لا، هجهز البصل الاول والجزر بعدين ينزل على طول. هدي الجزر البصله بس لون اصفر علشان تستوي ويبقى طعمها حلو. اهو هننزل بيها كده، نلونها شويه، نخليها ايه، تصفر. والفراخ عندي كده تمام، خلونا نشيلها من على النار كده. اتشوحت تشويحه حلوه واخدت لون حلو والبهارات مسكت فيها، هشيلها كده. شوحنا الفراخ في زبده وفي زيت وشويه بهارات وشويه فلفل اسود، اتشوحت كويس، شلناها من على النار. وفي نفس ذات الطاسه هننزل ببقيه المكونات. ايه بقى المكونات بتاعتنا اللي المفروض ننزل بيها دلوقتي؟ اول حاجه هتكون البصل، هنزل كده ببصلايه صغنطوطه تدي طعم لذيذ للصوص وغناوه للصوص. هنزل بمكعب مرقه او نص مكعب مرقه يعزز معايا الطعم، كله في نفس الطاسه كده. عايزه البهاريز دي والحاجات اللي لازقه دي انا عايزاها، وعايزه انزل الثوم برضو في ساعتها، مش عايزه حاجه تبقى
اوفر كوكد او مستويه زياده، لا بصل ولا ثوم ولا مرقه ولا اي حاجه من الكلام ده. وبعدين هنزل بالمستردة كده، اللي عايز يشيل المستردة عشان انا عارفه في ناس كتير ما بتحبهاش ما بتشتريهاش، مفيش اي مشكله. هنزل بالكريمه، الكريمه هنا ممكن يبقى البديل بتاعها ايه، علبتين زبادي او علبه زبادي مربوبه كويس قوي بشويه ميه. تمام، هنزل بقى بميه مغليه كده تخف لي الصوت شويه. وبعدين هعمل ايه، هنزل على طول بالكورن، ادي الذره كده، وانزل بالفراخ بالشكل ده كده، اسيبهم بقى يبقبقوا شويه مع بعض. وبعدين نتقل الصوص ونحط الليمون في الاخر، الليمون ما يغليش كتير. احنا هنعمل شوربه الذره، وكل اللي عملناه ان احنا حطينا هبدل دي بدي، خلي دي جنبي كده، حطينا في الحله الزبده والزيت وحطينا البصل علشان يدبل، عايزاه يدبل خالص. وبعد ما دبل هنعمل ايه، هنحط الجزر. اللي عايز يحط بطاطسايه صغننه خالص مكعبات تمام برضو تمشي في الشوربه دي. نشوح كده الجزر مع البصل بالشكل ده. هنزل بالثوم، هنزل بالمرقه على النار، كل ده من غير ما ايه ما الجزر يبتدي ياخد لون، انا مش عايزه حاجه تاخد لون خالص، عايزه البصلايه تدبل، التوم ريحته تطلع، الجزره اللون بتاعها يبتدي يبقى اورنج اكتر كده، واقوم نازله بالسويت كورن كلها، الذره الحلوه نعمل كده، نقلب كويس. نلملم ونبص نشوف هنا محتاجين ناخد ايه. اللي عايزها سبايسي هيحط الفلفل الاخضر، اللي مش عايزها سبايسي هيشيل فلفل اخضر خالص. شويه من البهارات وننزل بالميه المغليه. ونسيبها تغلي غلوتين ثلاثة علشان بعد كده هناخدها نضربها في الخلاط ونحط لها بعدين الكريمة السكر، نتقلها بمعلقة دقيق لو احنا حابين، ونحط لها شوية كزبرة خضر كده. شلنا كل الحاجات اللي ملهاش لازمة هنا. عايزة بقى أتقل دلوقتي أربط الفراخ، فهحط الدقيق بالشكل ده واحط ميه وتنتقل كده الصوص ده، دقيق بميه عشان اتقل بيه صوص الفراخ. بصوا الفراخ بقى بالكورن خطيره مع رز ابيض بتطلع تحفه، وفي الاخر نديها الليمون عشان تدينا طعم الليمون صوص كده. عارفين دايما في طبق اسمه تشيكن ليمون، تدينا بقى الطعم ده. عايزين نظبط الملح كمان، خدوا بالكوا عندنا هنا في مستردة وفي ليمون، فمش هتاخد مننا ملح كتير، في مرقة فهي تاتش ملح بسيط جدا زي ما احنا شايفين كده. نضيف لها بقى الكزبره، اذا عايزين نضيف لها برده شويه كزبره تدي طعم جبار كده. تقلت ومش عايزين نغليها اكتر من كده، عايزاها تفضل فيها صوص ما تنشفش. الشوربه على النار، الشوربه خلاص لقيتها تمام جدا. يلا بينا بقى ايه نضربها في الخلاط. نقدر ما نضربهاش اكيد، بس هتكون اقرب لشوربه الخضار مش شوربه الذره اللي اقصدها، يعني شوربه الذره المضروبه في الخلاط بتكون نكهه الذره قويه قوي، ولكن اذا تحبوا طبعا ان انتوا تاكلوها كده مفيش مشكله.
دي فيها ذره وجزر بصل ثوم زي ما قلت لكم، تقدروا تحطوا بطاطس اذا عايزين. حاسه ان الميه كتير شويتين ثلاثه فهقللها شويه عشان ايه تتضرب كويس. وبعدين نبقى ناخد شوية ذرة نحطهم في الشوربة. كده تمام. بس ايه نفتح بالراحة. نصفي في حد هيقول لي ينفع من غير ما تتصفى؟ هقول لها اه طبعا ينفع عادي، اذا عايزاها خشنه اوكي. بس انا ايه نجيب لها كده معلقه وهي نزلت اهي، حبه صغيرين نزلوا. في حد ممكن يقول لي اصل انا لو اكلت حاجه مش متصفيه كده عندي مشاكل في القولون، فايه انا بالنسبه لي بحب الشوربه ناعمه شويه الى حد ما. واتقلها انا بقى بمعلقه نشا، انا اتقلها بالبطاطسايه اللي حطيتها في الاول فلما اضربها تديني تقل وقوام لطيف. ريحه الذره حلوه قوي. نشيل التفل ونكمل. هنا بس بصفي شويه الذره وبحطهم كده بحيث يبقوا ايه يطلعوا مع الشوربه الكريمي، يبقى في حاجه بتقرش. وبعدين نحطها على النار بالشكل ده ونتقل الشوربه بالكريمه، وهنحط لها كمان معلقه سكر تعزز معانا الطعم كده وتعليه. نديها ملح كده، نديها فلفل اسود، اللي يحب يحط بابريكا يديها توتش بابريكا برضو لذيذ. زي ما اتفقنا كده هنحط الكريمة بس مش دلوقتي، عايزة بس احط لها معلقة دقيق تخليها اتقل. معلقة دقيق واحدة كده مش كتير تخليها كريمي اكتر. ممكن نعملها كده زي ما اتفقنا او بالبطاطس. انا مش عايزاها تتقل قوي قوي يعني، بس عايزاها كريمي مش عايزاها خفيفه. ادي الدقيق بالميه حطيناه، وبعدين هنحط الكريمه. مش عايزين نضيع برضو الايه اللون الحلو بتاع كريمه الذره بالشكل ده كده. عايزه اشيل شويه كريمه معايا زين بيهم. هنسيبها على النار لحد ما تغلي وتتقل وتبقى جميلة. عندنا هنا الفراخ كمان عايزة تسخن شوية، احطها على النار عشان تسخن ونغرفها. دي فراخ بالليمون صوص والذرة. هنجرنش بشوية من الكريمة عشان احنا حاطين كريمة كده، شوية من الكزبرة، بالشكل ده.
وادي الشوربه زي ما قلت لكم مش عايزاها تقيله قوي، اذا عايزينها اتقل من كده هتزودوا كميه الدقيق، لكن انا عايزاها دوب كريمي بسيط. طبق الشوربه بتاعتنا اهي، وفيها برضو حبيبات الكورن. طبق الشوربة بتاعنا الخطير، هنلمع الطبق كويس. فين؟ من هنا صح؟ رشة بابريكا صغنطوطة خالص، تاتش لون بس كده.